جابها طويله لقدام عند موسى كبير اللي خد مكانه وعدى موسى كبير وموسى كبير وعلى الارض يا راجل وجول دودج اللاعب الانجليزي اللي قلت لكم عليه اللي هو اساسا لا واحمد الهن بيعيدها لنا ثاني اهو شوف احمد الهن شوف اللقطه الجميله الحلوه واتلعبت على طول بعرض ملعب وهوبا ده هو اللي دخلها في نفسه بص بقى هو الثاني بقى شارك بس يبقى